مصداقية التكوين المهني مرتبطة بشكل جوهري بمدى نجاح المتربصين المتخرجين في الحياة المهنية، هو ما أبرزه وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي من بومرداس، والذي دعا إلى تسهيل ولوجهم عالم الشغل. التغطية لفضيل مختار يوسفي. 6500 مقعد بيداغوجي ساعد شبكة التكوين المهني بولاية بومرداس. فالتعليم والتكوين المستمر والأنجع كان المبدأ عند المتربصين، لكن أمور أخرى كانت انشغال هؤلاء. أنا مدى بي المعهد يدير دي كونفنسيون مع دي زيتابليسمون توريستيك كيما لي زاجونس دو فواياج كيما لي زايروبور، باش يقدروا يبعثوا كي يكملوا منا لي ستاجير لا فورماسيون ديالهم يبعثوهم يخدموا. ماذا بينا احنا لو كان يكونوا كاين لي موايان باش نكملوا الستاج براتيك يبعثونا هما. ماذا بينا نكونوا اليوم هكذا كيما رانا نتعلموا، ان شاء الله نصيبوا خدمه ونكونوا خياطة ان شاء الله. استقطاب متعاملين اقتصاديين وإعطاء الفرصة للمتربصين للدخول إلى عالم الشغل ما يسعى إليه القطاع. في زيارتنا لولاية بومرداس انطلاق منطقاتها الاقتصادية ونظرتها المستقبلية الاستثمارية، نراهن على هذه الشراكة التي نريد أن تكون ناجحة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمحيط الاقتصادي عن طريق التكوين، عن طريق التمهين لتجسيده. يجب وضع حيز تطبيق هذه الاتفاقيات. فحتى هذا الشاب يحاول إبراز مواهبه، مواهب ستعود لا محالة بالفائدة على التنمية المحلية والمحيط الاقتصادي على حد سواء.